شكرا سيدة النائبة على هذا السؤال. إذا سمحتي غادي نتكلم على السلامة الطرقية ونعطي بعض المؤشرات. في سنة 2021 سجلنا 114,000 حادثة سير، منها 3,000 حادثة سير فقط اللي متعلقة بهذه الدراجات تريبورتور. تثبت مع الأسف تقريبا 80 قتيل، ولكن قارنوها مع الدراجات النارية اللي عندها غير جوج ديال الروايد لي دو غو 70,000 حادثة و 1400 قتيل. فالحقيقة هو ما المشكل ديال هاد الدراجات ذات ثلاث عجلات هي بحال اللي قلتو معمولة باش تنقل البضائع، ما معمولاش باش تنقل الأشخاص. كاين هاد المبادرة هادي ديال بيرمي بي بلاص بيرمي أ أن اللي كانت دخلت في القانون ديال 52/05 وخصها تفعل، ولو أنه شخصيا ما تنظنش بأنه غادي تحل المشكل، حيث أنه المشكل تيبقى في أنه هاد العربات غير مؤهلة لنقل المواطنين وغير مؤهلة وما يمكنش زعما نبنيو عليها باش ننقلوا الناس. فتبقى الحل هو وجود حلول لتنقل المواطنين في هذه المناطق هذه اللي ما توصلهاش النقل العمومي. وكيف قلتها قبيله تيدخل هذا الشيء في الاختصاصات ديال الجهه، وخصو يدخل داخل المخطط ديال النقل ديال الجهات. حنا بالنسبه يعني السلامه الطرقيه غادي نعملوا حملات تحسيسيه باش هاد الناس. شكرا.